أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن الحكومة السورية ما تزال تعمل بأقصى طاقتها انطلاقا من مسؤولياتها وواجباتها تجاه شعبها لتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية لمواطنيها على الرغم من كل ما تتعرض له من ضغوط سياسية اقتصادية وإعلامية. وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة تقرير مجلس حقوق الإنسان حول سوريا، قال الجعفري إن الحكومة السورية شاركت بفعالية وجدية تامة في المفاوضات التي نتج عنها وضع خطة الاستجابة المنقحة الخامسة الإنسانية، حفاظا منها على التعاون البناء مع منظمة الأمم المتحدة، وبهدف التعاطي بواقعية وإيجابية مع الآثار الإنسانية الناجمة عن الأحداث الراهنة. وأضاف الجعفري أن سوريا تقاتل الإرهاب نيابة عن العالم كله، وأن السلاح من ليبيا يأتي إلى الإرهابيين بصورة رسمية عبر دول أعضاء في مجلس الأمن، وهذه العصابات الإرهابية المسلحة تتدفق عبر حدود الدول المجاورة لسوريا لتعيث فسادا وتنشر الإرهاب والعنف في البلاد وتدمر كل ما تستطيع من بنى تحتية ومحاصيل زراعية ومساعدات إنسانية تعود للسوريين. ما تزال الحكومة السورية تعمل بأقصى طاقاتها انطلاقا من مسؤولياتها وواجباتها تجاه شعبها لتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية لمواطنيها، وذلك على الرغم من كل ما تتعرض له الحكومة السورية من ضغوط سياسية واقتصادية وإعلامية. ومن ضمن هذه الضغوط بطبيعة الحال يأتي استمرار الإجراءات القسرية الاقتصادية الأحادية الجانب المفروضة من قبل بعض الدول الأعضاء في هذه المنظمة الدولية على الشعب السوري، علاوة على ما يتعرض له الاقتصاد السوري من ضغوط وتلاعب بالعملة السورية. كل ذلك مترافقا باستمرار دعم مجموعات إرهابية مسلحة تأتي إلى سوريا عبر حدود الدول المجاورة لسوريا لتعيث فسادا وتنشر الإرهاب والعنف في البلاد وتدمر كل ما تستطيع من وسائل معيشية للمواطنين السوريين من بنى تحتية ومحاصيل زراعية ومساعدات إنسانية.